وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة يوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يشنع ويسب أحد المشايخ الذين ردوا على سيد ويذكر اسمه للطلاب في الفصول، وقال هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته، وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله؟ هذا كلام فارغ ولا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأغجر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير الكثير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما قراءة تخصيص قراءة كتب فلان فقط هل يدل على أنه صاحب هوى؟ يعني كون تخصص شخص من المتأخرين والمعاصرين يقول له اقرأوا كتبه، هل يدل على أنك صاحب هوى مع هذا الشخص؟ إن كان قصدك أن الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإمام ابن القيم، كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة اللي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الأحكام الفقهية؟ لماذا لا يوصيهم بهذا؟ نعم، عاد احنا إذا قرأنا كتب سيد قطب أو غيره ماذا نستفيد؟ وش نستفيد؟ نستفيد معرفة التوحيد، نستفيد معرفة الشرك، نستفيد معرفة العبادات، نستفيد معرفة الأحكام المعاملات والفقه، ما أظن أن نستفيد منها هذا الحد أو هذه النوعيات العظيمة من العلم. نعم، فالناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح. نعم.